احمد بدك تاكل والله بدنا كربوجه. طيب يلا كل خذ لك اياها. اطلع كربوجه اعطيني ولك. خذ لك كربوج، خذ لك كربوج، خذ لك كربوج. يلا خلينا نحكي مع احمد كلمتين و... يلا هاي تفضل يا استاذ، تفضل. خذ لك كربوج، خذ لك كربوج. احمد تفضل. يسلم ويسلم يا عم. يا عين يا عين. اجل عليك. واحد يا احمد. ما تسلم واحد. احمد شو رايك في كربوج هالبملين يا احمد؟ لا تسلم. شو رايك في الاخ رامي؟ زلمه كافي، رامي محترم. سخن سخن. شكرا احمد. اعطي الشاب ثلاثه هون. اعطي الشاب ثلاثه هون. بدنا اياك تحكي كلمتين يا خالد. ايش تحكي؟ مش مشكله. احكي ايش؟ شو رايك في كربيز الحلب اللي عمله رامي؟ الف الف. طيب شو رايك في الشاب رامي؟ كل احترام له. شاب مكافح وبده يعيش. كل احترام، كل احترام. رامي كلمه اخيره لو سمحت. سلم ايدك يا رامي. صحتين وعافيه، ايدك حبيبك. طيب. صحتين وعافيه. طيب كان معكم عماد زيد من مخيم جلزون مع رامي اليزوري، شاب مكافح يريد ان يعيش ويطعم عياله في هذا زمن الكورونا. كان معكم عماد زيد، والسلام عليكم ورحمة الله.